أماكن في العالم، وادي الموت، الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت الأرض موطننا فإن وادي الموت هو فرنه الحار، حيث تحمل هذه الصحراء المذهلة الرقم القياسي لأكبر درجة حرارة مسجلة على كوكب الأرض، وهي 134 درجة فهرنهايت، ما يعادل 56.7 درجة مئوية. فبغض النظر عن مدى قوتك، فإن الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة للغاية ستجعلك منهكا بسرعة كبيرة، وبدون ماء يمكنك العيش هنالك 14 ساعة فقط. صحراء دانكيل إفريقيا. من الصعب تخيل منظر أكثر وحشية من صحراء دانكيل في إفريقيا، حيث تصل درجات الحرارة فيها إلى 120 درجة فهرنهايت، ما يعادل 50 درجة مئوية، كما أنها تحتوي على العديد من البراكين النشطة والسخانات التي تبث غازات سامة وقاتلة. ربما يعتبر معظم الناس هذا المكان الرهيب جحيما على الأرض، لكنه لا يزال يجتذب الكثير من المغامرين الشجعان من جميع أنحاء العالم. فقد ضع في اعتبارك أن زيارة صحراء دانكيل بمفردك دون وجود مرشد متمرس سوف يؤدي إلى هلاكك. جزيرة الأفاعي، البرازيل. توجد على بعد 25 ميلا من الساحل البرازيلي، حيث لا يجرؤ أحد على المشي فيها. هذه الجزيرة معروفة على نطاق واسع بأنها أخطر مكان على هذا الكوكب. السبب في ذلك بسيط للغاية، هذا المكان مليء بواحد من أكثر الثعابين السامة في العالم، إنه الثعبان بوثروبس. قدر الباحثون أن حوالي 5 ثعابين لكل متر مربع تعيش في الجزيرة. هنالك العديد من القصص عن أناس استسلموا لهذه الحيوانات المفترسة القاتلة، وتذكر إحدى هذه القصص حارس منارة تعرض لهجوم من قبل الثعابين ومات. أصبحت منارة جزيرة الأفاعي مغلقة منذ تلك الوفاة، ومنعت الحكومة البرازيلية أي زائر من أن تطأ قدمه هناك. حديقة ماديدي الوطنية، بوليفيا. للولاة الأولى يبدو هذا المكان رائعا للغاية، لكنه في الواقع خطير للغاية. لماذا؟ لأنها موطن لأكثر الحيوانات سمية وعدوانية في العالم. الاتصال بأي من النباتات التي تنمو في هذه الحديقة يمكن أن يسبب حكة شديدة وطفحا جلديا ودوار، ويمكن لأي جرح أو حتى إن كان جرحا صغيرا أن يصاب بالطفيليات الاستوائية التي تعتبر أسوأ أنواع الطفيليات، والتي تسبب العديد من الأمراض الخطيرة للغاية. بيكيني أتول، جزر مارشال. تقع في سلسلة راليك الغربية من جزر مارشال وسط المحيط الهادئ، وتعتبر هذه الجزيرة من أخطر الأماكن على سطح الأرض، حيث كانت في الواقع موطنا للعديد من برامج التجارب النووية التي حولت جزيرة بيكيني الخلابة إلى أرض قاحلة مشعة، حيث أدى ذلك إلى إجبار السكان على ترك منازلهم. وحتى يومنا هذا لا يزال هذا يمثل خطورة على الكائنات الحية، فالمستوى العالي غير الطبيعي من الإشعاع المسجل هنالك يمكن أن يسبب السرطان. بحيرة النوترون، تنزانيا. قد تبدو وكأنها منظر طبيعي خلاب على سطح الأرض، ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث تعتبر قشرة الملح القلوية على سطح البحيرة خطيرة للغاية، لدرجة أن جميع الكائنات الحية تموت بمجرد ملامستها لها لأسباب واضحة. فالسباحة في هذه البحيرة ممنوع منعا باتا، والرائحة القوية لكبريتيد الهيدروجين القادمة من سطح البحيرة لن تسمح لك بالاستمتاع بالمناظر الخلابة لفترة طويلة. بوابات الجحيم، تركمانستان. تقع في وسط صحراء كاراكوم على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال عاصمة تركمانستان، بالقرب من قرية درويز. يعد احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه هناك أحد أكثر الغازات الطبيعية انتشارا في العالم. أطلق السكان المحليون اسم باب الجحيم على المنطقة في إشارة إلى الانفجار والطين المغلي واللهب البرتقالي في الحفرة الكبيرة التي يبلغ قطرها 70 متراً، أي ما يعادل 230 قدماً،
تنتشر النقاط الساخنة على مساحة 60 مترا وعمق حوالي 20 مترا. إنها من بين أفضل 10 أماكن خطرة في العالم. جزيرة شمال سنتينيل. تقع هذه الجزيرة في جزر أندمان وتعتبر واحدة من أخطر الأماكن في العالم التي يمكن للسياح زيارتها. كان السكان الأصليون في هذا المكان يعيشون بطريقتهم التقليدية ونكروا كل الطرق الممكنة للتواصل مع العالم الخارجي. لم يعتد أفراد القبائل الذين يعيشون على هذه الجزيرة على الأشخاص الخارجيين، وإذا وطأ السائحون بأقدامهم على جزيرتهم فإنهم يرون أنهم يشكلون تهديدا وينغمسون في أعمال العنف. هذه من بين أغرب الجزر على وجه الأرض وتجذب الناس بحكاياتها. سبب آخر لمطالبة الناس بعدم زيارة المكان بسبب سلامة المجتمع، حيث يمكن للسائحين حمل بعض الجراثيم المسببة للأمراض وقد ينقلونها إلى المجتمع بأسره. طريق الموت. يعرف طريق شمال يونغغاس باسم طريق الموت لجميع الأسباب الصحيحة التي يمكنك تخمينها. القيادة للأعلى أو الأسفل، هذا الانعكاس الذي يبلغ طوله 43 ميلا أي 69 كيلومترا أمر خطير للغاية بسبب الضباب والانهيارات الأرضية والشلالات والمنحدرات التي تسقط. حتى عام 1994 قتل ما يقارب من 300 سائق كل عام، مما يبرر لقبه ويضعه في قائمة أخطر الأماكن التي يجب زيارتها في العالم. ساحل الهياكل العظمية أنغولا. يمتد ساحل الهيكل العظمي عبر جنوب أنغولا إلى شمال ناميبيا. يصنف ساحل الهيكل العظمي في قائمة الأماكن الأكثر فتكا على وجه الأرض بسبب مناخه القاسي، ولا يوفر أي فرصة تقريبا للبقاء على قيد الحياة. يجعل الطقس والرياح الحارة ونقص الطعام والماء من الصعب على المسافرين استكشاف هذا المكان الصامت. تمتلئ المنطقة بعظام العديد من الحيوانات كعظام الحيتان والفيلة والسلاحف والفقمة، مما يعطي مظهرا مرعبا للمكان. وبصرف النظر عن الظروف الطبيعية، فإن التهديدات البشرية كعنف العصابات والسرقة تجعل من غير المناسب للسياح استكشاف هذا المكان.